ربنا خلقها اللي هي الذهب والفضه. بالتالي اوراق العمله دي في الحقيقه هي سندات من الدوله. طب لما الحكومه تطبع سندات بلا حساب وبالمليارات دون وجود غطاء من الذهب ودون وجود انتاج ودون وجود اقتصاد قوي وتوزعه على الناس تكون النتيجه موجات تضخميه كاسحه. طيب دي نقطه هامه اسمح لي انتقل بها للدكتور ابراهيم عبد الله الخبير الاقتصادي الذي عاد الينا. دكتور ابراهيم، يعني مساله طبع الاوراق وموجات التضخميه المتوقعه، الاجراءات اللي اتخذت فيما يتعلق بالحد الادنى والاقصى تعتقد والاسعار الاسترشاديه هي محاوله في النهايه، تعتقد انها ممكن تقينا شر التضخم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عايز اقوله لحضرتك بالاضافه للي قاله الاستاذ الدكتور ماهر قبيل، وده راجل محلل سياسي محنك وعارف كويس هو بيقول ايه، انا بضم لحضرتك بقول هناك رغبه من التجار الجشعين لتجهيز المستهلك وتجهيز المواطن لارتفاعات سوقيه في الاسعار المستقبليه، وخاصه ان احنا فاضلين ايام على تطبيق الحد الادنى والحد الاقصى، فده بيعود المستهلك على موجه الاسعار المرتفعه عشان يمتص اي زيادات تحصل في دخله النقدي، لان عمليه زياده الاسعار غير مبرره، وعمليه الاسعار الاسترشاديه اللي وضعتها الحكومه محاوله منها لضبط ايقاع السوق في الاسعار برضه ما حققتش المستهدف منها. انا في رايي ان وزاره التموين بتسعى قدر امكانها لانها تضع مجموعه من الاجراءات ومجموعه من الممارسات يعني للضغط على التجار الجشعين. حضرتك النهارده التاجر لا يلتزم بحته هامش الربح المقرر له، النهارده التاجر بيشوف هو عايز يكسب كام وطريقته هو في تحديد السعر، بعيدا عن الاسعار الاسترشاديه وبعيدا عن التسعيره الجبريه، وحاطط لنفسه هدف معين من الاسعار يحقق له هدف معين من الربحيه تثبت وجوده وتتحكم بموجبه السوق. انا رايي ان عمليه اخضاع الاسعار في يد المحتكرين، لان السوق الحر لا يقتدي هذا الكم من الاحتكارات، السوق الحر لابد ان يسمح باكبر قدر ممكن من المنافسات، لابد من زياده المنافس البيع، ولابد من زياده التجار، ولابد من تشجيع صغار الشبان عشان يخشوا في عمليه التوزيع. وانا من رايي ان عمليه زياده المعروض من السلع لابد ان يتاح له مكان ولابد ان يتاح له موقع معين. وانا بضم صوتي لصوت الاخ اللي اتكلم في الاول استاذ حسن هيكل، لابد من اعاده اخضاع وتبعيه المجمعات الاستهلاكيه من وزاره الاستثمار الى وزاره التموين حتى تكون تحت ايديها خطه تسويقيه معينه، وحتى تكون لديها اجراءات معينه تقلل فيها مرات تداول السلعه وتخش هي كمنافس في السوق وتتعامل مع كافه مصادر التوزيع باعتبارها الحكومه اللي في ايديها مجموعه من الاجراءات، تشتري السلعه مباشره كيد اولى من اسواق الجمله وتعرضها على طول مباشره في مجمعاتها الاستهلاكيه. دي واحده من المقترحات المهمه. دكتور ابراهيم، سؤالي كان عن الحدين الادنى والاقصى، يمكن على المدى البعيد فيما يتعلق باقتصاد الدولة الذي يعاني من هزات عنيفة، سأعود إليك في هذه النقطة، لكن اسمح لي أنتقل إلى الأستاذ حسن هيكل. أستاذ حسن، يعني هذه الآراء التي يعني كما رأينا يؤيدها المحللون والخبراء الاقتصاديون ويرون أنها منفذة، يعني ما هي الآلية لتوصلها إلى الحكومة للاستعانة بآرائكم بشكل عملي والاستعانة بآراء الخبراء أيضا لتنفيذها؟ على الحكومة في البداية أن تحدد توجهها الاقتصادي إلى من تنحاز وكيف تستطيع أن تخصص مواردها لمن تنحاز، كيف تستطيع أن تحقق خطة التنمية الاقتصادية، وأين هي ملامح هذه الخطة التنمية، خطة التنمية الاقتصادية في المراحل القادمة. نحن لدينا مؤشرات، هذه المؤشرات بعض جيد، يعني استقرار سعر الدولار عند 6.88، هذا الاستقرار بعد أن ارتفع في عهد الرئيس المعزول إلى أكثر من 7.5 وما كانش موجود في السوق السوداء، شيء جيد. لا نستطيع أن نقول كيف كان سيكون عليه الوضع لو استمر الارتفاع في الأسعار، كانت أسعار السلع المحلية والمستوردة كلها سوف ترتفع بالتأكيد، سواء السلع
الوسيطة المستخدمة في الصناعة أو غيره. أيضا هناك هذا خبر مفرح وخبر جميل، وهو خبر إعلان مؤسسة ستاندرد أند بورز وهي من كبريات مؤسسات التقييم الدولي عن رفع التقييم لائتمان السيادة لمصر إلى من CC+/C إلى B+B. فاحنا بنتكلم على رفع، معنى يعني ايه رفع التقييم؟ معناها ان اسعار الاقتراض او اسعار العائد على اذون الخزانه اللي بتتحملها الحكومه المصريه سوف تنخفض، قدرتها في حاله الاستدانه سعر الفائده هينخفض. مع ببساطه كل خفض نسبه 1% بيوفر 10 مليار جنيه، كل خفض على المواقفنا العامة للدولة، كل خفض بنسبة 1% بيحقق 10 مليار. فاحنا بنتكلم على خفض حوالي 2.25%، فاحنا معناها ان ده بيشير الى ان هذا الاقتصاد في سبيله للتعافي. ولكن على الاقتصاديين والسياسيين معا ان يحللوا وان يتفقوا فيما بينهم كيف سوف تكون التنمية الاقتصادية في الفترة القادمة. هل سوف ننحاز الى توظيف الناس؟ عاوزين مشروعات كثيفة العمل. الحكومة بتعلن عن حزمة اقتصادية بحوالي 22 مليار، هذه الحزمة منصبة في الانفاق على البنية التحتية من الطرق، الكباري، الانفاق الى اخره المقاولات، وكلها طبعا هتعمل توظيف وهتعمل تشغيل. والحقيقة انا يعني موضوع الطبع، يعني هو ابتدى في عصر الرئيس مرسي موضوع طبع الفلوس العملة. ابتدى في عهد الرئيس مرسي، والحقيقة يمكن ما عنديش بيانات محددة الآن هل هو مستمر من عدمه، لكني لا أعتقد أنه مستمر في هذه الفترة. فده تعقيدي. طيب. على شكرا لك يا أستاذ حسن. دكتور إبراهيم، هل نحن بالفعل في الطريق إلى التعافي؟ يعني تعليقك على إجراء الحدين الأدنى والأقصى، لأنه واحد من الأمور الهامة خصوصا مع إيضاح الحد الأقصى مؤخرا، تم إعلان أنه سيكون 42 ألف جنيه من المفترض مع بداية يناير. الأستاذ الفاضلة، يعني السير قدما في التفسير بعملية تحديد الحد الأدنى والأقصى، لازم تعلمي حضرتك أن الحد الأدنى هيحدد على أساس الأجر الشامل، مش الأجر الأساسي. الأجر الشامل اللي هو شامل الأجر الأساسي والحوافز والبدلات وكل والانتقالات وكل حاجة. ما كنا نعمل أن المواطن المصري اللي شارك في ثورتين تحمل ثورتين، كنا نأمل ان يتوفر له حد ادنى يعكس كرامة انسانية باعتبارها كان هناك مطالبات حرية عيش، عدالة اجتماعية. العدالة الاجتماعية ليس الحد الادنى للاجور، هو كل من يحقق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري. بس الحد الاقصى كان مهم لوضع حد لاجور تفوق الخيال. يعني الحد الاقصى اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده لموظفين الحكومه، وعدد موظفين الحكومه كلهم قد ايه؟ ما زال هناك في نقاش وفي سجال حوالين الحد الاقصى لموظفين الشركات الاستثماريه والبنوك وقطاع البترول. في ناس معينه بتهدد بجفاف الخبرات وجفاف وهدره الكفاءات وان هيسيب العمل لو ما خدش الرقم الفلاني. اللي انا عايز اقوله ان مصر ولاده، واللي هيسيب النهارده ومش هيقف جنب المواطن المصري، في كتير قوي من ابناء الحكومه وفي كتير قوي قطاعات اخرى فيها الثاني والصف الثالث اللي ممكن يحل محل اجراء الحدين الادنى والاقصى كما اعلن. حضرتك شايفه مش كافي؟ مش هيلاقي الثمار ملموسه في ان اقتصادنا يعود للتعافي يعني بشكل كامل؟ استاذ الفاضلة، في اكتر من حاجات بتأثر وتنغص حياة المواطن المصري، ليس الاجر هو الاساس. انت عندك تعليم منهار، فين خدمة تعليمية؟ طب ما هياخد ال 1200 هيدفع فين دروس خصوصية؟ انا ارى ان في مجموعة متكاملة من الاجراءات لابد ان تتخذها الحكومة لمساندة المواطن المصري اللي انهكته زيادات الاسعار وانهكته الدروس الخصوصية وانهكته اسعار الطاقة المرتفعة، الكهرباء المرتفعة والماء المرتفعة والتليفونات المرتفعة وكل الزيادات اللي بتتم دي. بتتم قسم من الدخل الحقيقي، كلمة الدخل الحقيقي أي كمية السلع والخدمات اللي بيحققها له دخل النقدي. فمهما زاد الدخل النقدي بتاعه ل 1200 أمام لهيب الأسعار. لذلك الحديث عن ضبط الأسواق لوضع حد لهذا الإنهاك اللي حضرتك بتتحدث عنه. أشكرك دكتور ماهر قبيل، يعني تعقيبك الأخير معنا في ظل هذا النقاش تؤيد أنه الطريق إلى التعافي رغم أنه بطيء إلا أننا نسير فيه؟
لا طبعا انا اعتقد ان في قصور كبير، وان الحديث عن حد ادنى للاجور ينطوي على مغالطة بينة، لان معدلات التضخم ستجعل من ذلك الحد الادنى بعد قليل غير مناسب، وهو حتى الان غير مناسب، لانه اذا جعلنا الحد الادنى 1200 جنيه بالنسبة لأسرة قوامها زوجين وابناء، ده معناه ان كلهم يكونوا تحت خط الفقر اللي هو محدد بدولارين يوميا، يعني حوالي 15 جنيه للفرد في اليوم، وده طبعا يبدو انه غير كافي على الاطلاق لمواجهة متطلبات الحياة. نحن في حاجة الى دفعة انتاجية حقيقية على كل المستويات الزراعية والصناعية، في حاجة الى تنمية السياحة، في حاجة الى تنمية مصادر الدخل، في حاجة الى انعاش الاقتصاد القومي لتحقيق خروج حقيقي من عنق الزجاجة، وليس مجرد اللجوء الى الحيل والاحتيال والتحايل. اشكرك دكتور ماهر قبيل المحلل السياسي، اشكر طبعا دكتور ابراهيم عبد الله الخبير الاقتصادي، والاستاذ حسن هيكل تحدث الينا ممثلا عن جمعية مواطنون ضد الغلاء. اراء مشاهدينا في الشارع ليها ايضا جزء من النقاش والعرض في هذا البرنامج، دعونا نتعرف كيف راوا المواطنين الذين استطلعنا اراءهم ما نطرحهم النقاش حول جهود الحكومه في ضبط الاسواق. لازم الحكومه تدي قرار ولو كان قرار جمهوري بالتسعير الجبري للسلع الضرورية اللي هي بيسموها سلعة لا غنى عنها للمواطن. طب وتدي مهلة لتنفيذ هذا التسعير الجبري اللي بيسمح بهامش ربح بسيط. الناس تعبانة يعني فوق الوصف، معظم الناس اللي هي الغلابة مش لاقيين يعني ايه، مش لاقيين حتى اللقمة ياكلوها، فالمفروض الحكومة يعني ايه تشدد على السلع اللي هي الغذائية ويخلوا بالهم من الناس اللي هي تعبت بيه من كتر الفقر وكده. بالنسبة لتقييم الحكومة من جهة الأسعار دور غير إيجابي بالمرة، لأن الأسعار مرتفعة وعمالين نقول هنزود 10% من الأجور، عندما بنزود 10% من الأجور السلعة بتزيد 30 و40%. لابد من الحكومة أن تحدد الأسعار تحديدا جبريا لمدة سنة لمدة اثنين حتى تستقر أمور وتستقر ميزانيات الأسرة. بالنسبة للحكومة هي يعني بتعمل اللي عليها، بس المشكلة في التجار اللي هم التجار الكبار اللي ماسكين السوق، في بعض منهم بيعامل ربنا وبيعامل ضميره، وفي البعض الآخر بيتلاعب بالأسعار. الأسعار بدأت ترتفع جدا، والناس زي ما انتم شايفين بعد حالات الثورة والكلام دوت البلد يمكن ضعيفة شوية، فياريت تبقى برضك يعني في حتة المواطنين ان احنا نخف الأسعار عليهم شوية وتكون السلع متوفرة أكتر من كده. فيش رقابة على أي حاجة، ده المفروض الرقابة على الأسواق ديت على مدار الـ 24 ساعة، وفي غرفة عمليات المفروض تشتغل بصفة مستديمة. كل الكلام ده لا يمكن الحكومة غير قادرة إطلاقا على ضبط الأسعار إلا إذا عملت منافذ بيع منافسة للسوق. مشاهدينا، حالة من عدم الرضا بتعبر عن معاناة المواطن مع الأسعار التي هي في غلاء مستمر، التي هي في حالة من التباين طبعا لكل منطقة أو طبعا لهوى التجار، وهذه مشكلة يعني تعوق حياة المواطنين ويعاني منها المواطنون بكافة طبقاتهم. لذلك الحديث عن جهود الحكومة يعني أمر مع الأسف بيلقى غير الرضا، كما لاحظنا من أراء مشاهدين عبر الفيسبوك أو عبر أراء من استطلعنا أراءهم عشوائيا في الشارع المصري.